السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، في هذه اللحظات هذه اللي كنهضر معكم فيها بنتي سلمى الياسيني قد توفيت، يعني في هذه اللحظة هذه ماتت هنايا في ثانية الرمل. وهذا الشيء هذا هذه المدة هذه كاملة ديال يعني 3 شهور والزيادة، والبنت كتعاني هنايا في ثانية الرمل وما حاولوش يعتقوها هاد الناس هادو. هاد البنت هذه الواقعة بدات لها من رينكون، دارت لها يعني هاد البنت هذه مشات تعمل عمليه ديال استئصال لوزتين في السبيطار ديال محمد السادس في الرينكون، قتلوها تما، خرجت من تما ميته، جابوها هنايا لثانية الرمل اللي حد الان يعني ضربت هنايا 3 شهور والزياده. هاد البنت هذه ما كانوا كيتهلاو فيها، ما كانوا كيشوفوا من حالها، ما كانوا يعني كيعطيوها شي ادويه اللي هي مناسبه اللي غادي توقف هاد البنت هذه، سمحوا فيها، خلوها يعني حتى ماتت. اليوم كانت النهاية ديال بنتي سلمى الياسيني. بنتي قتلوها لي، بنتي قتلوها لي وزادوا كملوها هنايا، كملوا عليها السبيطار الثانية الرمل هنايا في تطوان. عباد الله، سيد وزير الصحة فين هو؟ سيد وزير الصحة فين هو؟ فين هو سيد وزير الصحة؟ بنتي قتلوها لي في الرينكون، بنتي قتلوها بالمخدر ديال المسكار، جرعة زائدة ديال المخدر ديال المسكار، وجاها نزيف وما حاولوش ينقذوها، ما حاولوش ينقذوا لي بنتي، قتلوها تما وطلعوها من ثانية الرمل هنايا، وبقات هنايا لمدة ديال 3 شهور. عباد الله، دخل سيد الوزير وجاب اللجنة ودار التقرير ديالها ومشاو بحالهم، ما شفنا منهم حتى شي حاجة. البنت سمحوا فيها، هملوها هنايا في السبيطار ديال تطوان، السبيطار الاقليمي، المستشفى الاقليمي ثانية الرمل. عينا معاهم، عينا مع المدير، ديو هاد البنت هادي، شوفوا لا شي قنت، فين غادي تعالج، فين كذا، فين هادي، لكن والو يعني حتى شي واحد ما سمعنا، حتى شي واحد يعني ما تعامل معنا، حتى شي واحد ما تدخل في القضيه ديال بنتنا. بالمسؤولين وجبد الفوق،